الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيت مثلا إقرد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، إقرد الندن في محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما استعمله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أنفد مرة أكون كنيس العيفة ذم كل يوم نذي فتزات سيدي ربي إن تزد فك أربع سقسين إن أثد سقسين أفل عمريسة لقوشي قيثي سعادة أثد سقسين أفثمزينس لقوشي قيثي سعادة أثد سقسين أفثموسنينس لقوشي قيثي سخدم أثد سقسين أفلمالينس أفذ الشينس لقوشي قيثي دي حلان لقوشي قيثي صرف كان يتمثل باش انظر باللي اسقسينا كي نذن في موش في حد اين دينا ربي وين دينا نفي صلى الله عليه وسلم ذي الحق حاشا ما قالت يدير ما قالك لك وين دينا ذي الحق انشتاقين ذان اسقسين اغي يقولين زاف ربي حاشا اسقسينا غادي اسقسين اسنه كيم الجواد ذي ثوره كان يتمثل الدرس النغر متواضع بفضل الله وبرحمته نذن هذا رفو اسقسيه كي غام زوالو عن عمره فيما افناه تقولش غير سعد العمرين هل ترى كل يوم دقنا غير سقسان مانيش تقولش غير سعد العمرين هل ترى نخزر من نغ العمر ما دقنا سعد ذاك ذي الصياح ذي الطعن سيدي ربي غنفل يوفري اشتاقين ذي يونس سقسين غير سقسين كل يوم هذا سقسين مانيس ان في محمد صلى الله عليه وسلم اما كلي سعى ان سعى كل عمرك سعى ولد انسى العمرين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدي ربي سبحانه وتعالى يفكي اروع الامثله يغدي في كذي القران الكريم يفكي يغدي في العمر في محمد صلى الله عليه وسلم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ويقول لك سيون دي دونيث لا عمر يقول سيون اما ذن فيه اما ذي العبد نقص العمر العبد يقول لك في المخلوقات النظر كامله في دوراري هني القاع يقول لك اين شيء يخلق مره يقول اذن كوني كانش العباد وجزر في المغان قال حاجه سيدي ربي من حلف بغير الله فقد اشرك ما نسي يقول لك المخلوقات ولكن الذي قال سي عبد الذي قال سي العمر العبد ويقول لنا حاشا سن في محمد صلى الله عليه وسلم يقول سي العمر اي مثلا اذن سيدي قرن قوي عزيز سبحانه وتعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون احق لعمرك يا رسول الله يقول سي العمرنا رسول صلى الله عليه وسلم باش انظر بلي يفكي سيدي ربي سبحانه وتعالى القمه الى عمرنا بلادي ذوقين درس المال نس ذوقين اشاد حل الفائده لعمر العبد راس المال ماذا قال روحك راس المال باش تسمى اذا تسعود الفائده الى قد حرف في راس المال من بعد تسمى اذا تسعود الفائده ديس النبي صلى الله عليه وسلم قال عمريس ذوقين راس المال دوني مره سيكو كودي كم كل الخير الا مره ان تعجل دوني ثفث لن شويه غفري غدي فانن ذي العمريس مره يا 10 40 سنه غي عاش اقبل البعثه اقبل اثيدي فيك سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اقبل اثيدي بعث ذنفي اثيدي بعث الرسول قبل الاسلام 40 سنه عاش ولكن ذي الصفات اللي هان مره نجي قلنا تقول سمي دي كرده مشتو حرمي ذي سمي المده يجي مره اقبل الاسلام حاجه الصفات اللي هان صوض المشركون قريش رمي السوى لنا الصادق والامين ايه الدرت اذا شي حفظ في يمانات لا عمر يسوي الخمار لا عمر يحذر اثم غري وين خدم المشركين لا عمر يعني لا عمر دفنت الصفات ندير اسم مره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم خطر ذن سميتي ديه قال الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يزرعوا كي ديه قال الرساله من الاسلام إذن 40 سنة مرة أقصد الصدق للأمانة كيستوين أهل قريش قالوا غسل المشركين خلاص الصادق الأمين ذا 40 سنة ذا سوين اسمه ثاني سعد 10 13 سنة غير سعد ديما كان مكرما وسقفينا الدعوين لكن ورمينا شوين دينا ربي غس زران باللي الصح ولكن وفغينا رانا ذا منن ولكن في مش بيح صلى الله عليه وسلم يساعد وين يساعد اين يساعد جالسن يصوض رميتي تشوفغان رمي وثان توثان خفشن تورش لشوس بهدين تورش لشوس خذيم لنا ولكن غس اوقفينا رانا مسلينيش يروح دغ المدينه المنوره لاني قاد يطفن امسلينيش ويساعد 10 سكواسن 10 سكواسن 13 ديما كان مكرما وثقفينا ولكن رؤي سميدي هو جرغ المدينه المنوره يقيم 10 سكواسن يقيم ذي المدينه المنوره ذي يخدم الدولة الإسلامية يخدم ذي 10 سكواسن أي نخدم لنا العفات ديال القرون
ذمية للسنة وتخدم لا روين يخدم ذي 10 سنين أي مثل الصفة ثنين نستي من الحالين أليس ألمك سيد ربي غادي قار أوثد الصفة ثنين دهس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذي 10 سنين يخدم الدولة الإسلامية الساقين 14 القرون من بعد سنين مليارا العباد دوني ثيك شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ذي يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ذي 10 سنين مثل الساقين القذ ذي دوني ثمرا أزل سنين مليارا شهد لا إله إلا محمد رسول الله أنظر القيمة أن العمر في قيمة في قول سيدي ربي سل عمري سيني سل عمرك إنهم لا في سكرتهم يعمهون أحق العمري يا رسول الله خطر الزراد شون السير كسر سدخي لعمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذن نكوني أكن نسعى العمر الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى عمر العفاد الدنيا نسعى العمرنا ولكن هل طارا نكوني نسمع قاي نظر قوشي قين سادة العمرنا نوذ نسعى در قوشي قين سادة ماذا طاعا سيدي ربي نغذي المعصية كل يوم الذي تحسب أذي تحسب إيمانيس هل طارا تزرد إيمانيك قوشو ذا شو في كدي فكار سيدي ربي غردوني هل طارا تزرد المهمين كفاش في تسوى خيخض ذا شو بكدي فكار بي هل طارا المكلة كان أذي تشذي سوى أذي التصف بيس وقين ذينك شورك المرة لمخلوقاتك أما ذا البهائم الحيوانة ثمان مرة أكت سيكين دوال اشتاقين الماكلة ذي يضس تسيت ذي كل شوى قيت سيكين ولكن حشيني ذي عذ ذي العاقل ذي العذ يرس إفكاثت سيدة ربي كرميثة في جميع المخلوقات أتزرد فشو من فيك دي خيق وسيدة ربي سبحانه وتعالى يريغ دفاقين إن تخلق كل بشا ذي ثابت إن دوما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون إن تخلق ذي عذ ذي وبشا ذي عذ أكام باش انظر الانسان يسعى المهمه ذي دونيث يسعى المهمه بلي العباده باش تعرف ذات سيدي ربي تعرف ذات سيدي ربي استفكر الحق سيدي ربي فظلي الزكاه الصوم ذي الحج ذوقي ذلين الحق الا اللي قالك ذو خلق سبحانه وتعالى وتفقد الحق الا اللي قالك ذي العباده سي المعاملات شتي تشم سلي العين سي المعاونه ترفض الوالدين كتحضر تحضر الجيران تسخد الخير وين تصدي وين الصدارة كل يوم ديك غادي يدير الرحمه للعالمين ما كنزدينا ان في شو شبيح صلى الله عليه وسلم وما لك الى رحمه للعالمين اكنين الوذ كنين الى قليلين كل يوم دينا غادي اللي نظر رحمه للعالمين سكين غير المهمه المهمه غير مثلا هذه يخدم العبد الصلاح هذه يخدم كويني الى يحيى الخدمه الحياه يدي حلي غرو مستيديش وتشي لنا ذا فنيان هذه سبب في الجوار حسي ربي غادي في يرزق وهذه يخدم هذه يخدم ايني الهان ايني الهان دي ذا فيش شو غير صار يعمر العمر ايش اذا المهمه العبد المهمه العبد ذي العباده وما نخزر كل انسان مريض يسعى المهم من دونيث سعى المدة الزمنية المحدودة سعى ديلي بيان بريسي إلى ميسيون ماكش قاعدة تخمض يوث المهمة لا تخمض لا ميسيون الجنون كانكش قاعدة تخمض 16 دي عامين تخمض 6 شهور دي 6 شهور ذا سوني مهمة نيك تخمض شدة دو غير إذن المهمة من دونيث أين إلا المرة ماكو ما تفذوم إزاريت فافيس وما لفك إزاريت فافيس إذن زمرس أسلحو سياقي أكن أكن باش كان أتصور ميك فوق المدة نينش شغلك فوقت كان ولكن المدة يدي فكا سيدي ربي المهلة الزمنية يدي فكا سيدي ربي المهمة يقين يدي فكا العبادة نعم يمي غد مي من غد يمي غد خاطر مثل 15 سنة ذي السن البلوغ ذا ساون يمي الملائكة غد تدون في الله كتبن يمي تبذل المهمة ولكن يمي غد فكا زرارة حشر بك زرار ويسنا السنة ويسنا زكا اسكي فوق العمر فوق المهمة فوق يفوك يفوك الزمن كشدينا قال طرد خمض المهمة اللي كنا غصت خذين ضار كان شحال يقروحن وصولنا راه شحال يقروحن وزكانا راه شحال يقروحن ودحوجنا راه يلوثني خصوا راه شحال يقروحن ذخي الفاطو يخدمت ذخي الظلم خدمت زين كويني شحال يقموثن دي سكران شحال يقموثن اه باش انزر اشتكي ونزر على من مين انا نروح وسن اسا وسن زكا وسن دي دقيقه وسن دي الساعه وسن حشر بين قايمين ذي انصر فين السيدي ربي وشبيح سبحانه وتعالى يسوسي غدا دي قروه سريعو وسارعوا الى مغفره من ربكم وسار غيوياث خمث وإذا قال غادي تسوم المهم من هنا فاش فيكون هذه فكره سيدي ربي غردوني هكا غير مثلا باش ونتسالى سيدي ربي ونتسالى بريد الدين ونتسالى المهمه غير في غادي فكره سيدي ربي سبحانه وتعالى اكني السلام عليكم غاش يقول هذا الاجل لنا باش هذا نروح لعمل لنا نخدميه كان غير مثلا يعار ما تخم كيف كيد سيدي ربي كيف كيد المهمه من بعد اش كاين يقول شي سعد هذا العمر العمر كاين سيدي ربي سعد سعد في الشانتي سعد في ذي ذي كل يوم دشوا لا يقد هكي ديما نك دي ثورة نستهك قدر الجواب القشة اللي تساعد العمر يعني كان مثلا إنسان يلقى لنا ذي تشو أي خطر الدنيا تصغر رويا في ذاتاس ما الموث الموث أرزاق ذي أرزاق ذي الحق أرزاق ما كان مري الإنسان يضعف الإيمان ديس يتجاوز ما يقدر يقدر في مسألة تجي الموت ولكن تجينا ذا الرحمن سيدي ربنا دي في كان يلعب ذي ميز تركون أنتم تثاروا وانت متثاره اتصعد واحد 18 جدودي كذا تصعد وخا بغيت قامن ام كذا فوق
أنا إذا أنداثي أنداثي إذن أتصي قضيف أنا كثا مسألة مثقوة أن أنا صار ربي السطران الموث السطران والموث متين دائما وأبدا متين سيدي قرار العبد الحسبان دائما يخسر لي شويش أين تبغض خدمته مكتيد بالله سبحانه وتعالى مكتيد بالله وتسلو مال الدنيا قطر سيد ربي قرد وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون إن تكرقوني ونتفكر الدنيا ذي قيمة الدنيا كرقون نتفكر الدنيا أين نتدري ذي غروس كان مرقلا ما تخسر ديك كرقون نتدري ونتدري كرقون نرى تسعود كرقون نتكشمض كرقون نقرى تكشمض مرة هكو ذي المهمات الدنيا خزريك ماذا قلت تسعود أجر ذي الحسنات أين كنت فعل ما كوين لكونا الدواكي ماذا قلت دان أذي دوية ذي غردي نقيا كرابحي قيا كثير بحض ثير بحض ديكش ماذا قلت موري تدري ذي قيم هذي قيم فرا هذي قيم ذفير تعقل بالله راك خاسر كان يتمثل في سول البحر دوني سول البحر ولا البحر يا خرف كان يتمثل